نعبر في هذه التظاهرة على رفضنا لما تعرض له فلسطين الأبية من قصف ودمار أمام مرأة وسمع العالم أجمع، أمام ومسمع المنتظم الدولي، أمام ومرأة ومسمع كل من يتبجحون بالحرية ولا من يحرك ساكنا. فلسطين الآن تباد بشكل وحشي همجي، ولكن الشعوب قالت كلمتها، نزلت إلى الساحات في جميع الميادين في جميع بقاع العالم تقول كلمتها، نصرة لفلسطين، نصرة لهذه القضية العادلة. إنها قضية إنسانية، إنها قضية كل أحرار العالم. نقول لا ثم لا ثم لا، وتبقى فلسطين حرة أبية عاصية على أن تنكسر شوكتها. كفرد من أفراد الشعب المغربي الأبي اللي دائما كيلبي ولا كيخرج الاحتجاج أو لمساندة إخواتنا العرب أو لا كاع اللي عنده شي قضية ديال الضم بما فيها القضية الفلسطينية اللي هي قضيتنا جميع كلنا، خرجنا اليوم باش نضامنوا مع خوتنا اللي كيعاني من المجازر اللي هي التجاوزات اللي تجاوز بها العدو الصهيوني جميع الخطوط الحمراء، وخرجنا اليوم باش نسمعوا الصوت ديالنا كما مولف الشعب المغربي باش نقولوا لا للاحتلال لا للتطبيع، وتنددوا بالطبيع اللي وصل خوتنا في فلسطين. هادشي كنشوفوا اليوم كنقولوا لا للتطبيع، وكنتمنوا من ان جميع الدول اللي راه التطبيع تراجع عليه، وخرجنا باش نوصلوا صوتنا باش نقولوا فلسطين منصوره باذن الله. هذا عيب، هذا